افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لأكاديمية تطوير الأعمال العالمية تكنوسفير الثاني 2012 تحت شعار تطوير الأعمال والمشاريع والتنمية في عصر العولمة ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالتطور الكبير الذي شهدته جامعة عجمان والقطاع التعليمي ككل، كما أعلن الدكتور السعيد عبد الله سلمان الرئيس الأعلى لشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا عن إنشاء كلية الطب مع إقامة مستشفى بهدف التعليم والعلاج والوقاية.